طبعا كلكم شفتوا الفيديو بالبداية، شوف ايش قد ان الطالبات يحبن هذا المدرس وايش قد يعني قد سنه. ليش؟ لان عرف يتعامل وياهن وعرف يكسبهن وعرف يوصل معنى الدراسة لذن الطالبات. وهذا المدرس شفت له فيديو يعني شقه هو والطلاب ونشر هذا الفيديو وقالوا هذا المدرس كلامه لا اخلاقي وهكذا. اليوم ماكو طالب يبكي على مدرس او يعشق لمدرس اذا ما كان مدرس ناجح يوصل الدراسة بحذافيرها وبصورة صح. انا اتذكر من كنت صغيرون والله العظيم يجي مدرس نوبات يضربني او كذا يقول لي لمصلحتك، وفعلا اتذكرت كلامه واتذكرت اللي شي يعلمني اياه، والحمد لله وشكر قدرت اوصل مراحل بالدراسة وما كملت الظروف انا خاصة بي وانا هملت الدراسة. بس اليوم نشوف ايش طالبات وطلاب يحبون المدرس مالتهم، اعرف هذا المدرس قدر يوصل شيء لهم وقدروا يحبونه. بس احنا نشوفه هواية تسقيط وهواية تجاوز على هذا المدرس، بس احنا اذا نرجع لها بالواقعية وبالعقل ماكو شخص يبكي على شخص اذا ما يحبه. وشوفوا الطالبات اللي هواية يبكي على هذا المدرس، وشفت كمية تنمر وتهجم عليه، واللي يقول كلام مو حلو وكذا ذني هم خواتك. بس احنا نضوج على بعض الناس تركز وتنشر فيديوهات بحجة الطشة وبحجة التسقيط وهكذا، بس اذا نرجع لها ذني حبنا لان وصل رسالته بصورة صحيحة. وشوف التعليقات كلها صورة ايجابية، شنو رأيكم؟ واذا عندكم معلومات هواية عن هذا المدرس كتبونا بالتعليقات. والله العظيم والله العظيم اكثر فيديو حبيته هو هذا، شنو رايكم؟ حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناه وثمان الله.